ويا هلا بالشباب ويا هلا بمتابعيني. اليوم عندنا سيارة حلوة وجديدة، أول مرة نصور الماركة هذه. يلا نشوفها مع بعض. سبارو براز. طبعا السيارة يا شباب 2022، 2400 حصان، 2400 حصان. طبعا يا شباب سبارو براز 2400 سي سي، 230 حصان، فيها اللون الرصاصي وفي هذا السيلفر. بس يفرق اللون. غير اوتوماتيك، السيارة دفع خلفي. أربع سلندر السيارة، بس حلوة. طبعا السيارة يا شباب مصرف الوقود 13.4، يعتبر متوسط، يعتبر متوسط. كوبي السيارة دفع خلفي. طبعا تحكم بالمرايات، وهني اوتوماتيك الجام سايد، الراكب الامامي تشغيل بصمة، شاشة، تحكم بالسكان، كروس كنترول، تحكم بالتباديل، سايد بريك. طبعا السيارة يا شباب مكيفة تاتش، مانع الانزلاق، سبورت عادي، تدفئة الكشنات، وطبعا من ورا ضيجة، يعتبر حق يا هالمس، اما كبار لا. حلوة السيارة كسبورت، حلوة. طبعا في منها يا شباب تيوتا نفس الحجم ونفس الشكل يا شباب، اسمها 86، نفس الشكل طبعا، والماكينة مالتها نفس المكان السبارو القديمة اللي هي تيك سيدة، يعني مو صف البساتن، سيدة نفس البورش. وهذه طريقة قوية وعزم قوي تعطيك. وهذه دبتها صغيرة، يعتبر دبتها صغيرة. كاميرا خلفية، حساسات خلفية، صناعة يابانية 100%، والسعر 10.5. سعرها يا شباب 10.5 بس.